اول نوع عندي فيتامين بي 1. فيتامين بي 1 او الثيامين هو عباره عن سبستيوتد باي ريميدين جويند باي ميثايلين بريدج تو سبستيوتد تايازول. الاكتف ثيامين هو عباره عن ثيامين داي فوسفيت او ثيامين بايرو فوسفيت. الاي تي بي ديبندنت ثيامين داي فوسفو ترانسفيريز اللي موجود في الليفر والبرين ريسبونسبل فور كونفرجن اوف الثيامين تو اتس اكتف فورم. الثيامين داي فوسفيت فانكشن هي عباره عن كو انزيماتيك رياكشن ان ويتش الان اكتيفيتد الدايد يونت از ترانسفيرد في تو بروسيس، يا اما اوكسيديف دي كاربوكسيليشن اوف الالفا كيتو اسيد او الترانس كيتوليز رياكشن. له دور في ريجوليت الكالسيوم ايون شانل ان ذا النيرف كوندكشن. الديفيشنسي اوف الفيتامين بي 1 او الثيامين هو عباره عن البربري از كوزد باي الكربوهيدرات ريتش لو ثيامين دايت. يبقى انا باخد وجبه غذائيه بتحتوي على كربوهيدرات بنسبه عاليه ونسبه قليله من الفيتامين بي 1 او الثيامين. الايرلي سيمتوم هي عباره عن البريفرال نيرف دامج. فيتامين بي 2. فيتامين بي 2 او الريبوفلافين بيحتوي على هيتيروسايكليك ايزو الوكزازين رينج اتاتشد تو ذا الشوجر الكحول ريديتول. بيبقى كالورد فلورسنت بيجمنت هيت ستيبل، لكن النقطه المهمه بالنسبه لي ديكومبوز ان ذا بريزنس اوف فيزيبل لايت. الاكتف فورم اوف الريبوفلافين هو فلافين مونو نيوكليوتايد او اف ام ان والفلافين ادينين داي نيوكليوتايد او الفات. الاف ام ان بيتكون ازاي؟ عن طريق ان الاي تي بي ديبندنت فوسفوريليشن اوف الريبوفلافين، لكن الفات بيكون من فرزر رياكشن ويز الاي تي بي ان واتش الاي ام بي مويتي اوف الاي تي بي از ترانسفير تو الاف ام ان. الاثنين اكتف فورم بتوع الريبوفلافين وظيفتهم ككو انزيم ان اوكسيديشن ريدكشن رياكشن وسيرف از بنتوسينيك جروب من الاكسيدو ريدكتيز انزيم او الفلافو بروتينز. نقص الريبوفلافين ممكن يعمل لي جنرال نون فيتال ديفيشنسي سيندروم في النيو بورن انفانت. فيتامين بي 3. الفيتامين بي 3 بقول عليه نياسين نيكوتينيك اسيد نيكوتيناميد. النيكوتينيك اسيد هو عباره عن مونو كاربوكسيليك اسيد ديريفاتيف اوف البيرميدين. الاكتف نياسين هو عباره عن النيكوتينامايد ادينين داي نيكلوتايد او ناد بوزيتيف والنيكوتينامايد ادينين داي نيكلوتايد فوسفيت ناد بي بوزيتيف. النيكوتينات ريكوايرد فور سينسز اوف الناد بوزيتيف والناد بي بوزيتيف باي ذا انزايم بريزنت ان السيتوسول اوف موست سيلز. النياسين is a functional part of NAD positive و NAD B positive. NAD positive و NAD B positive هما بيعتبروا كو انزيم for many oxidation reduction reaction. لها دور في ال intracellular calcium regulation and cell signaling. النيكوتينيك اسيد بات نوت نيكوتين اميد بيستخدم therapeutically for lowering البلازما كوليسترول. نقص النياسين ممكن يسبب لي البلاجرا نتيجة لأن الدايت must be poor in both نياسين and التريبتوفان و administration of some drugs. وبكده أكون أنهيت معاكم محاضرة النهاردة، يا رب تكون خفيفة ولذيذة عليكم. أتمنى يا شباب إن احنا نذاكر أولا بأول عشان ما يتراكمش علينا المعلومات العلمية. شكرا يا شباب.